اريد اخيرا توقعاتك للمباراه النهارده. لا توقعاتي اتمنى من خلال طبعا التشكيل، انت فرحان بالتشكيل؟ لا طبعا سعيد. فتوقعاتك ايه؟ لا ان شاء الله نكسب باذن الله. نكسب يعني؟ اه طبعا طبعا. هقول ايه يعني؟ ان شاء الله نكسب، بس لو ما كسبناش ما نخسرش طبعا، ده حاجه طبيعيه يعني. كابتن عبد الحليم ان شاء الله متفائلين خير باذن الله، مكسب ان شاء الله، صبر ربنا يكرمهم. التشكيل والتركيز عند اللعيبه والهدف الراجل واضح ان هو حاطه للمباراه، ان شاء الله يكون المكسب مهم جدا النهارده، واذا ما كسبتش لا قدر الله فانت ترجع بنتيجه ايجابيه من هناك تفيدك هنا في القاهره كبدايه موسم جديد. ان شاء الله ربنا يديم التوفيق من عنده ويكون موسم ان شاء الله بدايته خير لنادي الزمالك ان شاء الله. كابتن عبد الحليم، كابتن احمد بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا صبري، بس احنا النهارده ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله. كابتن وليد بشكرك، شكرا جزيلا. كابتن عبد الحليم بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا.